قال المتمردون الحوثيون أن السعودية شنت غارات جوية واستخدمت المدفعية مستهدفة قرى تقع على الحدود السعودية اليمنية. ويقول الحوثيون أن الطيران السعودي استخدم قذائف فوسفورية لقصف منطقة الملاحيض. وقد بث المتمردون صورا على شبكة الإنترنت تظهر مباني محترقة فيما يبدو أنه قرية مهجورة، ولم تعلق السلطات السعودية حتى الآن على هذه الأنباء. أما الجيش اليمني فقال إن المسلحين الحوثيين استخدموا قذائف الكاتيوشا في هجماتهم الأخيرة مشيرا إلى اعتقال صوماليين انضموا إلى صفوف الحوثيين.